السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم غادي نشارك معكم الحريرة المغربية. عندنا كيلو لاروب ديال مطيشة، لكانت هاد السوريس كتكون زوينة كتكون حمراء. عندنا بصلة، عندنا قشيوشات ديال الدجاج، زليفة صغيرة ديال العدس، زلافة كبيرة ديال الحمص، عندنا ربطة ديال القزبر، ربطة المعدنوس، ربطة الكراف الصغار كنقطعوهم. عندنا 2 معالق ديال مطيشة الحك. توابل عندنا معلقه صغيره ديال سكنجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوم عود، نص معلقه صغيره ديال الابزار، 2 معالق كبار ديال الملحه، وعندنا الشعريه باش غندورو الحريره، وعندنا السمن. ندوزو دابا للطريقه. غادي نسلق مطيشه ونطحنها ونرجع معاكم. دابا جبت الكركم، غادي دابا نحكو البصله. بسم الله. البصلة زدت عليها الإقامة، قشيوشة تاع الدجاج، ربيع الكرافس، غنجيبو ندير على الحمص، غنجيبو العدس نصفوه، الأحسن يكون مرطب شي 3 سوايع باش ما يتحلش لينا في الحريرة. صافي دابا غنجيبو ليه جد شي معلقه صغيره ديال السمن، هي باش غنقلي الحريره. صافي دابا نشعل البوط، صافي انا ما كنقليش بالزيت، كنديرش ليه الزيت، غير داك شويه ديال هذا ديال السمن هو اللي كندير. خليها تقلى شويه، نجيب ديك مطيشه سلقتها وفي ما هانيت رجعت لها ماها، ولكن صفيتها مع ديك مطيشه الصغيره كتكون فيها الزريعه وكيكونوا فيها القشور ديالها، كنصفيها. صافي دابا غنزيد هاد الماء باش غطيه.
دابا غنسد عليها ونخليها تطهي. غنتسناو عليها طيب شي ساعه الا ربع ونرجع معاكم. بعد ما طابت الحريره دازت ساعه الا ربع، طفيت على الطنجره ديالنا، سدنيتها تبردات، حليتها وزتها الماء اللي غطيب فيه، لحقاش الماء شربو الحمص والعدس طاب فيه، طابت فيه الحريره. دابا غنزيدو مطيشه جوج معالق كنا كبار تاع مطيشه، نزيدو الشعريه درت واحد ربع معالق تاع الدقيق هنايا ودرت ميها باش غندورو الحرارة ديالنا. الوقت اللي نديرو الدقيق ما نحيدوش يدينا على القاع ما كينبت فيه لتحت. دابا راه الدقيق طاب، ملي كنشوفو صافي ما بقاش الكشكوشه طالعه كنعرفو الدقيق طاب صافي. انا الحمص كنديرو بقشابتو، ها ما كنبغيش هذاك الحمص الاخر كتبقاي تقلبي عليه في الكوكوت ما كتلقاي، كلشي كيدوب. العدس حتى هو راه كيبقى ملي كنفزكو راه كيبقى هو هذاك، كتبقى الحبه كتختها. دابا غندوز ندير ليه البيض، بسم الله. دابا ما نحركوش عليه شويه حتى يطلع، يبدا يطلع البيض هنا غنحركو. صافي دابا نحركو، تا كيطيب البيض لتحت وكيطلع. صافي دابا الحرارة ديالنا وجدت، غنطفي عليها. المرحلة الأخيرة هي اللي غنزيد فيها واحد المعلقة صغيرة ديال السمن. نتلاقى معكم في الشكل النهائي. الحريرة هي وجدات، كبو منها شي زليفة. بسم الله. كيفاش كيجي الشكل ديالها؟ رافقتها بالتمر وباسرع مخرقه درت، رديت الحريره طيب، عجنت شويه العجينه المخرقه طيبتها. الى عجبكم الفيديو ديروا لايك واشتركوا في القناه، ما تنساوش تبارطاجوا الفيديو مع الاصدقاء. بالصحه والراحه.